وفي إطار نقل صور حية من مختلف المناطق المنكوبة جراء الزلزال، قام موفدنا الخاص فتح الله بوزيدي بجولة ميدانية في قرية إمليل في جبال الأطلس والتقى عددا من السكان. نوجد هنا بمنطقة إمليل المتاخمة لجبل طبقال في سلسلة الأطلس الكبير. هذه القرية هي بلدة سياحية بامتياز، يتوجه إليها عشاق السياحة الجبلية والذين يعشقون تسلق الجبال، وبالتالي جراء هذا الزلزال المدمر هذه القرية تضررت بشكل كبير. الألطاف حالة دون تسجيل خسائر في الأرواح في هذه البلدة، إلا أن كان هناك مصابين وكان هناك يعني العديد من الأضرار، خصوصا على مستوى البنايات التي تضررت بشكل كلي، وأيضا هناك من البنايات التي تضررت بشكل جزئي أيضا، وهناك من البنايات التي تشققت ولم تعد صالحة للسكن. في المجمل مجموعة من الدواوير المحيطة بهذه المنطقة تضررت، لكن تحديدا دوار توريرت ودوار تجاديرت ودوار ترقة إيمولا، هذه الدواوير الثلاثة تضررت بشكل كبير ويحصي سكانها خسائر في البنايات، وهم الآن يقطنون في خيام ريثما يتم إيجاد حل من أجل إعادة إعمار منازلهم وأن يعودوا سالمين إلى بيوتهم، خصوصا ونعلم أن هذه المنطقة تشهد ظروفا مناخية صعبة في فصل الشتاء. مظاهر التكافل والتضامن التي نشهدها على الأرض يعني رائعة صراحة. نشهد السكان كل بإمكانياته يتجند من أجل توفير المؤونة اللازمة للساكنة هنا التي ما تزال تحصي الأضرار، لكن الألطاف حالة ولله الحمد من تسجيل خسائر في الأرواح. نأخذ تصريح من أحد يعني المالكين لإحدى الوحدات السياحية هنا بالمنطقة، ونعلم أن وكما شهدنا على أرض الواقع مجموعة من الوحدات السياحية والمنتجعات والفنادق تضررت ولم تعد صالحة للسكن ولم تعد يعني قابلة لاستقبال زوار وسياح بهذه المنطقة، وبالتالي عجلة التنمية والاقتصاد توقفت جراء هذا الزلزال المدمر. سيدي مرحبا بك، والحمد لله على سلامتك. سيدي الله يبارك فيك. بالنسبه لحنايا هنايا في إمليل عندنا بزاف، المصدر الوحيد ديال الدخل ديال اغلبيه الناس هو السياحه، ودابا حاليا جرى الزلزال كلشي توقف، ما بقاوش الديور، الجبل دابا صعيب باش يطلع عليه الانسان، خصوصا دابا الا كاين الشتاء غادي يكون صعيب بزاف حيت تهز الجبل شي شويه، وما بقاش فيه البلايص، الطريق اللي كانت تيدوزو منها الناس ما بقاش، شويه الطريق تيوقف فيها الحجر وداك الشيء، ودابا حاليا الديور كداك الشيء تاع السياحه كلشي الاغلبيه، كاين اللي طاح بحال دابا واحد القصبه تبقى لهنايا راه طاحت راه غادي تسد، وكاينين بزاف ديال الديور كلشي الاغلبيه على الاقل واحد 7 شهور ولا 8 شهور عادي يعاودوا الناس الاصلاحات ديالهم وداك الشيء. كيفاش تلقيتوا الخبر ديال المساعدات وهذا البرنامج الاستعجالي اللي امر بالتنفيذ ديالو صاحب الجلاله من اجل اعاده الاعمار والايواء ديالكم في المساكن ديالكم هنا في المنطقه؟ بالنسبه للدعم اللي جا من عند سيدنا راه تفرجنا فيه، اما بالنسبه لشي واحد باش يخبرنا شي سلطات ولا شي حاجه راه مازال ما كاينش اللي قال لنا شي حاجه. تنتمناو والناس كاملين تيتمناو ذاك الدعم ملي خرج من عند سيدنا كما خرجوا هو يوصل للناس المتضررين. طبعا تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي امر العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم امس بتنزيله وتنفيذ مضامينه هنا بمختلف المناطق المنكوبه جراء هذا الزلزال ياخذ وقتا، دراسات مكثفه تجرى على مستوى المصالح الحكوميه، السلطات المحليه التي تتجند ايضا من اجل احصاء المتضررين من جراء هذا الزلزال، وكذلك يعني القيام بالجهود اللازمة من أجل أن تصل هذه المساعدات للأسر المتضررة وأن تكون بشكل متكافئ وأن يستفيد الجميع طبعا لتجاوز كل الخسائر وهذه المحنة، يعني خصوصا يعني تهيئا وتحضيرا لفصل الشتاء الذي يشهد يعني ظروفا مناخية قاسية في هذه المنطقة.
منطقة إمليل التي تعد فعليا جوهرا من جواهر الأطلس الكبير لم تسلم من تداعيات هذا الزلزال المدمر، وهو يعني ما يبرز في الصورة من خلال حجم الدمار أيضا الذي لحق لا سيما بالمباني التي تدمرت أو دمرت بشكل كلي أو بشكل جزئي، وأيضا الحركة الاقتصادية والسياحية التي توقفت بالمنطقة، ونعلم أن الساكنة هنا تعتمد بشكل كبير على العائدات السياحية من أجل توفير قوت يومها. والناجين من الزلزال هنا بمنطقة إمليل يضمدون جراحهم شيئا فشيئا من أجل تجاوز هذه الأزمة بفعل المساعدات المقدمة.